مرحبا. كل ما بنكبر في العمر بزيد تساقط الشعر لأنه بضعف، والستات بعد عمر الثلاثين تبقى تفقد نسبة من شعرها، وهذا بيصير نتيجة عن كتير من العوامل، أهمها الإجهاد، نقص التغذية والولادة المتكررة وكثرة استعمال علاجات الشعر والصبغات الكيماوية. وفي معظم الأوقات بيكون السبب وراء تساقط الشعر هو مزيج من هاي العوامل، ولأن الشعر بيحتاج إلى غذاء صحي وغني بالعناصر الغذائية الأساسية لتحافظ على صحة الشعر ونموه. وعشان نتفادى كل هاي المشاكل، تناولي غذاء صحي بيحتوي على الفيتامينات والأملاح المعدنية لتحافظي على شعرك وتساعدي على نموه. فعشان هيك اليوم رح نركز على الفيتامينات الأساسية لحل هاي المشكلة. أولاً فيتامين A دوره أساسي في نمو الشعر وبيحافظ على صحته ولمعانه، لأنه بيحتوي على مضادات أكسدة يلي بتساعد على ترطيب فروة الرأس وبتمنع جفافها، وبتساعد على تقوية الشعر وزيادة كثافته. وبتواجد الفيتامين A في العديد من الأطعمة، وأهمها البطاطا الحلوة، الجزر، صفار البيض، الحليب، السبانخ والخضار الورقية. ثانياً البيوتين أو الفيتامين B7، هذا الفيتامين دوره أساسي في نمو الشعر، ويسمى البيوتين بفيتامين إصلاح الشعر التالف، وبيحسن من ملمسه، والمعروف بقدرته الكبيرة لزيادة كثافة ونمو الشعر، لأنه بيعمل على تحفيز إنتاج الأحماض الدهنية يلي بترتبط مع أحماض الأمينية لبناء البروتين الأساسي لنمو الشعر. وبتواجد البيوتين في العديد من الأطعمة، وأهمها البيض، القرنبيط المعروف بالزهرة، والرازبري، والموز، والجوز، واللوز. ثالثا فيتامين B12. B12 من أهم الفيتامينات الأساسية اللي بتمنع تساقط الشعر، لأنه بيساعد على امتصاص الحديد داخل الجسم، واللي بدونه بتساقط الشعر. بتوفر الفيتامين B12 في العديد من الأطعمة، وأهمها البيض، الجبنة، الحليب، ولبن الزبادي. رابعا فيتامين C. فيتامين C من أهم الفيتامينات اللازمة لنمو الشعر وتجنب ظهور الشيب وجفافه. تناول الفيتامين سي بشكل يومي خلال الوجبات الغذائية أو كمكمل غذائي، هذا أمر ضروري كتير للحفاظ على صحة شعرك. بتوفر الفيتامين سي في العديد من الأطعمة، وأهمها الليمون، الجوافة، الفراولة والبرتقال. خامساً فيتامين إي. الفيتامين إي برضه كتير مهم لنمو الشعر، وبيعمل على تجنب مشاكل كتيرة مثل الجفاف والتجعد، وبيحافظ على رطوبة الشعر ولمعانه، وكمان بيحافظ على صحة فروة الرأس وبنشط الدورة الدموية. ومن الأطعمة الغنية بالفيتامين إي اللوز، الأسماك، الحليب، السبانخ، بذر دوار الشمس، والأعشاب المجففة. سادساً حمض الفوليك، وهو أحد أعضاء عائلة فيتامين بي المركب، وبيلعب دور أساسي في كثافة ولمعان الشعر، بيوفر الترطيب اللازم للشعر، وكمان بيساعد على تجنب الشيب المبكر. ومن الأطعمة الغنية بحمض الفوليك حبوب القمح الكاملة، بتوفر على شكل مكملات غذائية. ما بيحتاج شعرك فقط إلى العلاجات الموضعية، لكن النظام الغذائي الصحي كمان ضروري لصحة شعرك ونموه. فمع تناول وجبات غذائية متوازنة وغنية بتضمن الحصول على شعر لامع وقوي. هيك بنكون وصلنا لنهاية فقرتنا، بتمنى أنكم استفدتوا، بنشوفكم المرة الجاية.